السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا بإخوة والأخوات المتابعين لنا سواء على الموقع الإلكتروني forgestion.com أو على صفحة فيسبوك forgestion أو على قناة يوتيوب forgestion. اليوم إن شاء الله غنحاولوا نشوفوا لواي كريدي باي أو ليزينغ. نشوف الفرق بين لواي كريدي باي أو ليزينغ. هذا السؤال هذا تيتردد بزاف باج عندنا بزاف ديال الطلبة وبزاف ديال الإخوة تيسولونا على لواي كريدي باي وكيفاش يدوز وشو الفرق بيناتهم. غنحاول ان شاء الله في هذا الفيديو هذا نجاوبوا على جميع التساؤلات باذن الله. نبداو على بركه الله. مثلا نقولوا لواي تنهضروا على كونترا د باي، عقد كراء. لواي راه يعني تكون تتربطنا بواحد عقد كراء مع الناس اللي كراو لينا. اذا مادام كاين عقد كراء كاين واحد السومه كرائيه، يعني واحد المونطون تنعطيوه ديال الكراء ديال كل شهر. هذا هو لواي، هذا هو الكراء. اذا كاين عقد كراء، والكراء كما تعرفوا هو العادي، تتكري تدير واحد كونترا ديال الكراء، عقد الكراء اللي هي كونترا د باي، تتحدد فيها الكوسيون يعني الضمان اللي عطيتي تسمى التصبيق، تتحدد فيها تتحدد بها المونطون ديال الكراء يعني شحال الواجب غيكون الواجب الشهري، وكذلك الفتره ديال الكراء يعني لا دوري ديال اللوكاسيون بيان او لا دوري ديال اللواي. اما بالنسبه كريدي باي ولا ليزيك، كريدي باي تعريف ديال كريدي باي، نمشيو على طريقه التعريف اللي عطينا في المصطلحات ديالو ونحاولوا من بعد نشرحوا الشرح ديالنا حنا. ياك لو كريدي باي او ليزيك un contrat par lequel un bien mobilier ou immobilier est loué par une société de crédit à une entreprise. À la fin de la période de location, l'entreprise qui a loué le bien peut utiliser l'option d'achat, moyennant un prix initialement fixé pour l'acquisition de ce bien. Voilà, quelque loyer, je n'envoie le contrat, le crédit bail ou le leasing. Crédit bail ou leasing, ou un contrat, je dirais, le crédit bail ou leasing. كل الشركات المختصين كريدي باي تيكونوا معظمهم تيكونوا دي بونك، يعني ابناك داروا مثلا تلقى بنك شعبي، يعني تلقى شعبي باي او تلقى مثلا بي ام سي باي او تلقى مثلا ماروك باي، يعني دي سوسيتي مختصين في هادشي. امتى تنشا الشركه باش دير كريدي باي؟ تنشا الشركه باش دير كريدي باي الوقت تكون ما قادرش يتفينونسي لانفيستيسمون ديالها. تنهضروا على انفيستيسمون في لونتربريز يعني كلاس 2، ما قادراش تشري شي ماتريال ولا شي بيان، يعني ما عندهاش الفلوس، ما عندهاش الفينونسمون يعني التمويلات باش تشري شي بيان. مثلا بغا تشري شي فواتور، ما عندهاش الفلوس باش تشري هذاك الماتريال دو ترونسبور. تمشي لهاد الشركات هذا، تمشي لهاد الشركه هذه، هاد الشركه شنو تدير؟ تشري لك الماتريال دو ترونسبور وتعاود تبيعو لك، لكن تعاود تبيعو لك بشكل ديال الطريطات. وهذوك انت كل شهر تيقتطعوا لك تدير معاك واحد الطريطه اللي هي تتسمى الرودوفونس. اذا انت تكون كريدي باي او بيانيزيك تنهضر على لي رودوفونس، ولي رودوفونس الشرح ديالها شنو هو؟ سوم دارجون فيكس، واحد المونطون تيتقطع لك فيكس، تيبداو يقطعوا لك واحد المونطون كل شهر، ديك المونطون فيه رودوفونس بلس تي في ا، تيتقطع لك طبعا من لا بونك ديالك. تتكون المدة ما بين 4 سنين و5 سنين، يعني ما بين 48 موا حتى 60 موا، تيكون الفترة ديال هاد الكريدي باي. في الاخر ديال العام تتكون تتحكم انت في الاول العام تدير معاهم واحد كونترا، يعني من بعد انت تسالي لك هذيك لا دوغي ديال لوكاسيون، يعني لوكاسيون افيك ان اوبسيون داشا. هذيك اوبسيون داشا شنو المعنى ديالها؟ في الاخر فاش تسالي معاهم لا دوغي ديال لوكاسيون تقول لك فالور كاين عندنا واحد لا فالور قا، هذيك فالور تكون اقل من الغودوفونس. ديك اختي تقطع لك كل شهر مثلا كل شهر تقطعوا لك 2000 درهم، ديك الفالور تبقى في الاخر تسلك تقول لك فوالا بقى واحد فالور ديال 1400 درهم، تتسمى هذاك الفالور ريزيديال. هذاك الفالور ريزيديال تيبقى تقول فوالا الا بغيتي تشري من عندنا، الا بغيتي الباطار يولي ديالك غتخلص هذا الفالور ريزيديال اللي هو 1400 درهم وغيولي الماتريال ديالك. هنا في هذه الحاله هذه تتسمى هذه هي لوبسيون ديال لاشا. اذا بغينا نقولوا كريدي باي او بيان ليزينغ نقولوا لوكاسيون افيك ان اوبسيون داشا، يعني تكري وتقدر في الاخر نشري هذاك الماتريال. طبعا الوقت تمشي انا نحدد الماتريال اللي بغيت تشريو ليا تعتبر انني كريم من عندهم، راه حتى شي حاجه ما داخله عندي انا كون ماتريال في الكلاس 2 عندي. تيكون مثلا الا شريت مثلا فواتير اذا تتكون عندهم هما تيكون هما لاسيغونس على حسابهم هما سميتهم هما، تيكون كارت كريز على حسابهم هما. انا ما عنديش شي حاجه في كلاس 2 انا ماتريال، انا غير كاري. لكن في الاخر العام في الاخر ديال لا دوغي ديال الكرا اللي هي 48 شهر او 60 شهر على حساب الكونطا اللي معهم انا ما بين 4 سنين حتى 5 سنين، في الاخر عندي حق انني نشد الماتريال انني نخلص لي الفالور ريزيديال ديالو داك الشيء اللي بقى فيه. هادشي غنشوفوه ان شاء الله في واحد لابليكاسيون مزيان. لونغيستخمون كونطابل بور لو كريدي باي او ليزيك، كيفاش يدوز لونغيستخمون كونطابل ديالهم؟ تدوز على هذا الشكل هذا. اذا تديبيتي لو كونط غودوفونس دو كريدي باي كاينه في كلاس 6 61 32 تكون المونطون ديالها في الديبي.
TVA récupérable sur charge, montant de TVA jusqu'au محسوب على redevance crédit bail, vous allez créditer le compte banque taban, un bancaire ça t'a lié le compte bancaire diari, le redevance plus TVA. Et dans l'opération, tu comprends que redevance crédit bail ou TVA récupérable sur charge qu'on a débit ou la banque, tu comprends le crédit taban la banque les charges non le flux. Mais bien, je vous montre l'exemple, on est à faire moi et je fais moi action. Notre entreprise a décidé de recourir au crédit bail pour financer l'acquisition d'un matériel d'informatique. On a besoin d'acheter le matériel informatique. Financement de l'homme, on a besoin d'acheter le matériel informatique. Si on a acheté le crédit bail, il a besoin d'acheter le matériel informatique. Le montant qui se passe à l'île, 1000 dirhams. La durée, 48 mois, 48 chars. Le redevance, c'est à l'île, coûte cher, 2083,34. Hors taxe, au TVA, 20%. Vous avez la valeur résiduelle, elle est prête à l'écart de la durée. أتبقى 1800 يعني من بعد ما نخلص 800 عنده 48 شهر أتبقى واحد فالور ديال يعني القيمة ديال ديالك الماتريال أتبقى 1800 درهم يعني إذا بغيت ناخذه في الأخر نخلص 1800 درهم وغناخذ هذا الماتريال هذا اللي هو ماتريال انفورماتيك. إذن المعلومات اللي عندنا أننا واحد الشركة باغا تشري ماتريال انفورماتيك مشات تمولات عن طريق الكريدي باي المونطون ديال الماتريال 100000 درهم غتخلصوا على 48 شهر كل شهر يقطعوا لها 2083.24 او طاكس والتيفي ديال 20% وفي الاخر ديال 48 شهر غيولي الثمن ديال الماتريال اللي غيبقى له الفالور ريزيديال 1800 درهم. مزيان كيفاش غدوز هاد ليزكريتور ليكريتور كونطاب بور ليكريتور كونطاب بور لا لوكاسيون دو بيان نهار اللي مشينا ليكريتور كونطاب غيكون عندنا الغودوفونس ديالها كما قلنا On débute le compte redevance crédit bail avec le montant de la redevance les 2083,34. Au TVA récupérable sur charge 20% 416,47. On crédite le compte banque le montant TTC les 2499,81. En cas d'élèche de redevance, c'est cool. Cool. Char Ramchi, le revue bancaire à table pour aller avec redevance de crédit bail. L'opération à 12 bêtes, chaque l'aide, il dit, mais le relevé bancaire, c'est un arbre qu'on a dit les factures, plus, et qu'on a dit que c'est un arbre, mais le relevé bancaire. À ce qu'on dit, mais redevance crédit bail, TVA récupérable sur charge 20%, au crédit, le compte banque, on a le banque, le rejoint maintenant, le flux. Mais bien, en termes de contrat, nous portons pour l'option d'achat. Voilà, le contrat, j'ai une option d'achat. L'achat. 12 bêtes, chaque l'aide, mais le relevé. ديك الساعه غادي ديبيتي لو كونط مازال ديك الفالور ديال انا خلصته بغيت ديك الساعه الماتريال عندي حق ماشي مجبر انا نشريه نقدر نشريه نقدر ما نشريهش لكن بغيت نشريه من تخلص لهم ديك 1800 درهم تندوزوها تي تي سي بهذا الشكل هذا اللي غندوز ديك الساعه ندوز ماتريال انفورماتيك في الدي بي او بوك في كريدي 1800 درهم وفي هذه الحاله هذه هي الحاله الوحيده تقدر انني هذا الماتريال كما تشوفوا انا ولا في كلاس 2 لاموغتيسمو ديالو نقدر نديرها في العام الاول امورتي يعني العام الاول يمشي كل التوتال ديالو لاموغتيسمو بلا ما نبقى نقسم على 10 سنين ولا على لا دوغي دو في وكذا اذا تقدر هنا امورتي الماتريال في العام الاول ديالو حيت الفالور ديالو قليل وهذه الحاله الوحيده تن امورتي الماتريال في العام الاول ديالو من تكون فالور ريزيديال يعني ديجا كنت شريته انا باغ دي غودوفونس ومن بعد بقات واحد الفالور ريزيديال خلصته وخديت ديك الساعه الماتريال عاد تولي الحق عندي انا ندوزو في كلاس 2 ديك الساعه الماتريال في الاول كان هو لي فابتور ديالو خاصين به على حساب الشركه ديال الكونترا دبي من بعد تحول ليا لاشا ديالو تيولي لي فابتور خاصين بي انا ديك الساعه تيولي عندنا حق اني ندوزو في كلاس 2 مزيان طبعا تندوزو تي تي سي حيت هما عندهم واحد الكالكول مختلف ديال التي فيا غيقول لك فالا جا واحد لا لوا وتشوف كالكول ديال التي في ديالهم اذا حنا شنديرو تندوزو تي تي سي ديما تيدوز تي تي سي يعني فالور ديالو تيدوز مونطون تي تي سي ديك الفالور ريزيديال الناس اللي تيسولوا على السيد دابا السيد حتى نعاودوا نديروا لها ميزا جوغ ان شاء الله تنحاولوا نعاودوها باش تكون ان شاء الله تواكب التطلعات ديالنا غير موديفيو بزاف الحوايج ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.